السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم معنا في مادة تصميم المنطق الرقمي Digital Logic Design. وصلنا مع بعض في Chapter 4 Combinational Logic Circuit إلى Decoders. موضوع Decoders هو عبارة عن Building Block، بدنا نتعلم كيف نعمل له Design وكيف ممكن نوظفه ونستفيد منه in the other implementations. بشكل عام مبدأ عمل الديكودر يبدأ من إنه لو كان في عندي باينري كود عبارة عن N bits بقدر أمثل فيهم باستخدامهم up to 2 to the power of N distinct أو different أو several elements، وبناء عليه بيكون عندي مبدأ عمل الديكودر بحيث يكون عندي n inputs بطلعهم على شكل 2 to the power of n outputs. إذا عندي n inputs 2 to the power of n outputs. لذلك in general راح يكون عندي n inputs و 2 to the power of n outputs. كما هو موضح عندنا بهذا البلوك دايجرام الخاص باللاين ديكودر. وكمثال لو حاولنا نتعلم كيف نبني how to build 2 to 4 line decoder، واضح انه عندي 2 inputs و 4 outputs، واضح انه عندي 2 inputs معناها ايش الكومبينيشنز الموجودين عندي على الانبوت؟ ممكن يكونوا 00 01 10 11. بناء عليه راح يتحكموا بالاوتبوتس دي نود اب تو دي 3. وبما انه قلنا احنا عندنا باينري كود بيستخدم ان بيتس تو ريبريزنت 2 تو ذا باور اوف ان ديفرنت ثينجز، اذا ممكن نستنتج انه 00 المفروض تعطيني دي نود تكون قيمتها 1 والباقي زيروز. لو شفنا كمثال 00 دخلوا عندي على الانبوتس، بفترض بالاوتبوتس دي نود تكون عندي 1 وباقي الاوتبوتس 0. طبعا انا استخدمت بهاي السلايدات الكلر كود بحيث اللون الاحمر في اللاينز هاي في السيجنالز بيمثل الزيرو واللون الاخضر بيمثل 1. وفعليا لما نحكي 00 as أو for A and B معناها D node متى بتكون 1؟ في حال A prime ending with B prime. لذلك فعليا ال D node up to D3 هم بيمثلوا min terms. D node بيمثل ال min term A prime B prime. لذلك إذا دخل عندي على ال inputs zeros على A و B معناته هذا ال min term A prime B prime، معناها D node ال output منها بيكون 1 والباقي zeros. كذلك الأمر بالنسبة لباقي الكومبينيشنز، لو كان عندي 0 1 على الانبوتس واضح انه هذا الكود بيمثل الرقم 1، معناته دي 1 راح تكون الاوتبوت منها 1 والباقي زيروز. بناء عليه المين تيرم اي برايم بي اللي بيكون 1 والباقي زيروز. بينما لو دخل عندي على الانبوتس 1 0 الاوتبوتس بيكونوا دي 2 قيمتها 1 والباقي زيروز، وكذلك بيطلع لي مين المين تيرم اللي بيكون 1 والباقي زيروز. واخيرا لو كان عندي الكومبينيشن 1 1 دي 3 راح تكون 1 والباقي زيروز. بناء على اللي شفناه حتى الان من البلوك دياجرام الموجود عندنا لللاين ديكودر ممكن نستنتج بتروث تيبل انه كالتالي، بناء على الديفرنت كومبينيشنز الخاصه في A و B راح يظهر عندي الاوتبوتس دي نود اب تو دي 3 بهذا الشكل. ولو استخدمنا هاي المعلومات لبناء البوليان فانكشنز الخاصه في الاوتبوت راح نطلع بالنتيجه التاليه. وهي النتيجه اذا بنذكر من تيرم هو عباره عن برودكت تيرم يعني اند جيت، يعني صار عندنا تصور الديكودر انترنالي كيف الديزاين، كيف الجيتس المستخدم وكيف بدي اشبكهم مع بعض. واضح انه دي نود
بدي استخدم A و B ادخلهم على انفرترز، الاوتبوت من الانفرترز يدخلوا على اند جيت، الاوتبوت بيمثل دي نود وهو اول اوتبوت لهذا الديكودر اتسترا، باقي الاوتبوت بوليان فانكشنز. اذا ممكن استنتج من المعلومات الحاليه انه السكيماتيك او اللوجيك دياجرام للديكودر، اللهم 2 تو 4 ديكودر تحديدا احنا اخذناه لسهوله التعامل معه وسهوله الشرح باستخدامه، بيكون عندي بهذا الشكل. واضح من هذا الديزاين انه لو دققنا النظر على دي نود اللي هي قلنا بتمثل A برايم B برايم، لاحظوا هاي A بعد الانفرتر هي A برايم، B بعد الانفرتر B برايم، لاحظوا هذا اللاين واصل الى الاند جيت هاي، وهذا اللاين نفسه هو الواصل as the second input لهذا الناند جيت. فعليا هاي الناند جيت راح تمثل لي A برايم B برايم وهذا هو دي نوت. اذا لو دخل عندي 0 0 راح يوصل عندي هون 1 1 وراح يوصل عندي هون 1 والباقي طبعا 0. واضح هون اني استعنت بالتروث تيبل برضه للتاكيد على هاي الاوتبوتس بحيث اني اختبرهم واحده واحده. فمثلا لو شفنا اول صف بهذا التروث تيبل في حال كانت A و B 0 0 دي نود الاوتبوت 1 والباقي 0، وواضح من عندي من هذا الديزاين طبعا هو كلر كودد اجين، لما A 0 و B 0 كان عندي دي نود قيمتها 1 والباقي قيمتهم زيروز، وهذا ايضا اجين اللي انا بنتظره من الديكودر بحيث يمشي بهذا الاتجاه. باقي الكومبينيشنز لو كان عندي 0 1 دي 1 بتكون 1 والباقي زيروز، لو كان عندي 1 0 دي 2 بتكون 1، ولو تتبعنا اللاينز كيف توصل لهي الاند جيت فعلا بيوصلها 1 دي 2 بيكون الاوتبوت 1، دي 3 في حاله اخر كومبينيشن برضه بتكون 1 والباقي زيروز. طيب ماذا لو اضفنا كمان انبوت بالاضافه الى اي وبي، وهذا الانبوت اسمه انيبل، الهدف منه انه يعمل لي انيبل او ديسيبل لهي السيركت لهذا البلوك، بحيث انه بيكون بيشتغل شغله الطبيعي لو كانت السيركت انيبلد، يعني حسب الاي وبي ايش بيدخل عليهم بيتحكموا او بيحددوا الاوتبوت دي نود تو دو 3 ايش قيمهم، او بيكون ديسيبلد. Disabled يعني بغض النظر عن القيم الجاية عندي على A و B الأوتبوتس على D node up to D3 كلها zeros، ما راح تتأثر أو تتغير بتغير قيم A و B، هاي الحالة تكون السيركت Disabled. طيب لو أخذنا الـ E signal ودخلناها على كل الـ AND gates، والهدف أني أخذ line من هاي الـ E ودخلها على كل الـ AND gates، أنه إذا كانت قيمتها zero، واحنا بنعرف من مبادئ الاند جيت انه اذا اي واحده من الانبوتس كانت قيمتها زيرو، هذا معناه انه الاوتبوت على الاكيد قيمته زيرو لهي الاند جيت. وبما انه الانيبل انبوت واصل لكل الاند جيت، فاذا دخلت عليه زيرو هو راح يدخل اتليست 1 انبوت على هاي الاند جيت قيمتها زيرو، معناها على الاكيد كل الاوتبوت قيمهم زيروز، وبكون هاي السيركت ديسيبل بغض النظر عن قيم A و B ايش جاي عليهم inputs. ولاحظوا هذا النوع اللي دايركتلي السيجنال اللي موجود عندي دايركتلي داخلي على الاند جيتس اسمه active high، والمقصود باكتف هاي انيبل انها قيمه ال1 سيجنال بتخليه انيبل شغال، و0 بتخليه ديسيبل. هذا النوع من الانيبل سيجنال بنسميه اكتف هاي. اكتف هاي يعني متى بيكون اكتف، متى بيكون انيبل مع الهاي، هاي يعني 1، يعني 1 بتعمله انيبل 0 بتخليه ديسيبل. طيب نشوف مثال بسيط، لو كان عندي على الاي 1 وكان عندي على البي 0 وكانت هاي انيبل، هاي انيبل يعني جاي عندي على الانيبل سيجنال 1، كيف بيمشي هاي السيركت، كيف راح يكون ناتج الاوتبوت. وانا عملت بالانيميشن برضه موفمنت، واضح انه الاوتبوت وهي شفناها قبل شوي بالتروث تيبل، لما بيكونوا
A و B عبارة عن 1 0 الاوتبوت D2 بيكون 1 والباقي zeros. لكن again لو بدي امشي وانتبه للسرعة، سرعة وصول السيجنال، سرعة مرورها، واتذكر او اخذ بعين الاعتبار موضوع البروباجيشن ديلي اللي تعلمناه سابقا، انه اي لوجيك جيت انفرتر اند وات ايفر هي بتحتاج وقت حتى السيجنال تدخل عندها على الانبوت وتوصل للاوتبوت. وانا باي انيميشن في هاي السلايدات حددت يعني شوي اشتغلت على موضوع التايمينج بحيث اظهر انه نعم على الجيتس في عندي ديلي. فلاحظوا لو اجين عملت موفمنت وقفتها عند هاي اللحظة. بهاي اللحظة لاحظوا انه السيجنالز اللي جاية من خارج الانفيرترز وصلت للاند جيت الموجودة عندي هون سريعا. لانها ما مرت من انفيرتر. بالمقابل اي سيجنال دخلت على الانفيرتر ومرت بالبروباجيشن ديلي اللي بصير عندي بالانفيرتر ما وصلت لسه حتى الاند جيتس. لاحظوا هاي السيجنال وصلت لعند هاي النود وهاي السيجنال وصلت لعند هاي النود. لو كملنا بيكملوا، وهم بيوضح لي انه الاوتبوتس مش قادر الفاليوز بتوصلها مع بعض. وللعلم هاي مشكله يعني بالسينكرونايزيشن رح نعالجها ان شاء الله بشابتر 5 يعني ناخذ بعين الاعتبار موضوع التايمينج وموضوع وصول السيجنال الى الاوتبوت. فلاحظوا الان لو كملنا الانيميشن طلعوا متى لما يوصل الاند جيت ومتى لما يوصل الاوتبوت. هذا كله ديلي عن اخر جيت اللي هي دي 3 هي بتعطيني الاوتبوت كثير بدري عن باقي الاوتبوتس. طب ماذا لو خليت نفس الكومبينيشن اللي هي 1 0 و E اعطيتها قيمه 0؟ نتذكر مع الاكتف هاي انيبل لما E تاخذ 0 يعني ديس ايبل. طب كيف هذا الشيء بده يصير؟ لاحظوا E اجتها 0 ريد كلر. هذا شو بيعمل على الاند جيتس؟ بيخليهم كلهم الاوتبوت منهم 0. بهي الحاله السيركت تكون ديس ايبل بغض النظر عن A و B ايش جاي عليهم انبوتس. طيب التروث تيبل ايش الان عدلنا عليه؟ اضفنا كمان انبوت هو الانيبل اكتف هاي انيبل، معناته التروث تيبل تعدل عليه شوي. بيحكي لي اذا كانت الانيبل سيجنال زيرو بغض النظر عن قيم A و B الاوتبوتس كلهم بيكونوا زيرو، اذروايز تشتغل شغلها الطبيعي هاي الديكودر بتكون انيبل. طيب ايش بخصوص الاكتف لو انيبل؟ لاحظوا الانيبل بنقدر نخليه اكتف هاي او اكتف لو. طب لو بدي اخلي الانيبل اكتف لو وبدي اخلي نفس الكومبينيشنز ايضا اللي هم A equals 1 و B equals 0 واشوف كيف راح يتاثروا الاوتبوت عندي هون. Again بدي استخدم اكتف لو انيبل وبرضه الانيبل سيجنال اخلي الانبوت عليها 0. لاحظوا اكتف لو انيبل بنضيف انفرتر بعد الاي، فالزيرو اللي جاي من برا هي بعد الانفرتر صارت 1، صارت اي برايم 1. وبهي الحاله رجعت السيركت تشتغل صح. يعني لما بعطيها زيرو بتكون انيبلد. والعكس طبعا عكس الاكتف هاي، اكتف لو الزيرو بتعملها انيبل وال1 انبوت على الانيبل بتعملها ديسيبل. لذلك الان لما خلينا الاي قيمتها زيرو بعد الانفرتر اي برايم يعني 1 وصلت 1 على الاند جيتس فصارت السيركت ككل هي انيبل. وبهي الحاله بما انها الزيرو بتعملها انيبل هاي الانيبل سيجنال بنسميها اكتف لو انيبل وهي مغايره او عكس تماما الاكتف هاي انيبل. التروث تيبل مع الاكتف لو انيبل بيكون كالتالي. لاحظوا انه الاي لما تكون قيمتها 1 بعد الانفرتر الاي برايم تكون 0 وهي اللي بتدخل على الاند جيتس. هاي الحاله بغض النظر عن قيم A و B الاوتبوتس بيكونوا زيروز. بالمقابل اي لما كانت قيمتها 0 هي اللي بتعمل هاي السيركت انيبل وبتشتغل شغلها الطبيعي. طيب
ايضا واحدة من طرق بناء 2 to 4 decoder اني استخدم NAND gates على الاوتبوت بدلا من الاند gates. بس بهي الحالة بدي انتبه انه الاوتبوت راح يكونوا inverted outputs. يعني قبل شوي كان الكومبينيشن على A و B بتمثل من تيرم معين، هذا المين تيرم على الاوتبوت بيكون 1 والباقي زيروز. الان لا، زي كانه الاوتبوتس اللي قدام دخلتهم على انفرتر، راح يصيروا العكس تماما. يعني الكومبينيشن على A و B بتمثل D على الاوتبوت تكون قيمتها زيرو والباقي قيمتهم 1، وهذا اللي راح نتعرف عليه مع هاي السيركت. اذا لو جربنا على الانبوتس 00، وبدي اجرب هون استخدم الاكتف هاي انيبل، لو وجدنا التالي again animation، شوف كيف السيجنال بصير لها propagation from the inputs until reaching the output. وهون جوا الاند gates كتبت ايش الاوتبوت منها، وما انسى انه في بعدها bubble كمان، معناته راح يصير لها inverting. فلو دققنا نظر مثلا بالاند gate الموجودة عندي هون، لو وجدنا أن لونها أخضر يعني الأوتبوت منها 1، لكن بعد البابل الأوتبوت صار 0. كذلك الأمر بالنسبة لباقي الأوتبوت. الوضع الطبيعي كانت هاي 0 وهاي 0 وهاي 0، بس بعد البابلز بعد الانفيرترز أصبحوا كلهم الأوتبوت منهم 1. وبهاي الحالة صار عندي تصور أنه إذا أجتني على الإنبوتس، في حال كنت بستخدم ناند جيتس، على الانبوت جاني 0 0، هذا راح يعطيني على الدي نود 0 وعلى باقي الاوتبوتس 1. يعني الامر اصبح معاكس لموضوع استخدام الاند جيتس. وبرضه اجين بدي اركز على موضوع البروباجيشن ديلي. لاحظوا الانفيرترز لسه السيجنال موجوده، بس اللاينز اللي مش معتمده على الانفيرترز وصلت لعند الناند جيت. يعني السيجنال هون صار لها بروباجيشن ثرو ذا انفيرتر، الان تقريبا وصلت لعند الاوتبوت. بالمقابل اللاينز اللي ما مرت من الانفيرتر حتى الانيبل وصلوا الى الاند جيت زمان. الآن لو كملنا بنشوف مثلا هاي الناند جيت اللي كل اللاينز اللي كانوا واصلين لعندها ولا واحد منهم مر من الانفيرتر، وصلت لعندها السيجنالز كثير بدري وبلشت تعطيني الاوتبوت قبل حتى ما يوصلوا الانبوتس على الاذر اند جيتس او ناند جيتس. وهي نقطة اجين بدها يعني حل كسينكرونايزيشن. وطبعا احنا ما بننسى انه لو كان عندي A برايم B برايم عملت لهم نوت باستخدام دي مورغانز ثيورم، راح تصير عندي A بلس B. كما ذكرنا سابقا هذا التيرم بيمثل من تيرم 0، بالمقابل هذا التيرم بيمثل ماكس تيرم 0. فبدنا ننتبه اذا كان عندي ناند جيت الاوتبوت بيكون بيمثل ماكس تيرمز في الديكودر بدلا من تيرمز. تروث تيبل الخاص بالناند جيت، كما لاحظنا انه طبعا بما انه اكتف لو انيبل، عفوا اكتف هاي انيبل كان، معناها الزيرو بتعمله ديسيبل وال1 بتعمله انيبل. لاحظوا الكومبينيشن 0 0 اعطتني على الدي نود 0 والباقي 1، عكس لما كنا نستخدم اند جيت. وهذا الكلام ينطبق على كل الاوتبوتس، حتى في حال كان disable كل الاوتبوتس كانوا 1، مش في حالة الاند كانوا زيروز. وهون الاوتبوت بوليان فانكشنز هم عبارة عن ماكس تيرمز. لاحظوا دي نود هو عبارة عن ماكس تيرم ام نود ام كابيتال نود، هون ام كابيتال 1 اتسترا. طب نشوف البلوك دايجرامز الخاصة في الاند امبلمنتيشن. لو كنت بستخدم اكتف هاي أو Active Low Enable، ولاحظوا هون مع Active Low Enable أضفنا
بابل صغيرة على هذا الانبوت، معناها بشكل عام أي بلوك دايجرام بنشوفه عنده على الانبوت بابل صغيرة، دائرة صغيرة، معنى هذا الكلام إنه أكتيف لو، يعني الزيرو هي اللي بتعمل عمل هاي الانيبل أو بتعمل عمل السيجنال هاي. ما ننسى أيضا البوليان فانكشنز الخاصة في حال كان عندي اند امبلمنتيشن، الاوتبوتس بيمثلوا عبارة عن من تيرمز. بالمقابل بالنسبة للناند امبلمنتيشن البلوك دايجرامز في حال اكتف هاي بتكون كالتالي، ولاحظوا هون انه بيحكي لي انه عندي على الاوتبوت انفيرتد اوتبوت، فالبابل هاي لما نضيفها معناها انه عندي هون انا انفيرتد اوتبوت، البابل عندي هون موجودة على الاوتبوت معناها انفيرتد اوتبوت، وهي موجودة طبعا في الحالتين، في الاكتف هاي انيبل وفي الاكتف لو انيبل. وبرضه ما ننسى مع الناند امبلمنتيشنز انه البوليان فانكشنز للاوتبوتس هي اكزاكتلي بتمثل اما من تيرمز معمول لهم نوت او ماكس تيرمز. طب ماذا لو طلب مني اعمل امبلمنتيشن ل 3 تو 8 ديكودر بس مش بالطريقة التقليدية اللي تعلمناها مع 2 to 4 decoder، إنما بحكي لي استخدم 2 decoders نوعهم 2 to 4. يعني أنت معك 2 to 4 decoders استخدمهم لبناء 3 to 8 decoder. طيب إيش هو التروث تيبل الخاص ب 3 to 8 decoder؟ لو كنا بنستخدم طبعا active high enable، يعني هون احنا بنفترض اني بستخدم active high enable signal. في هاي الحالة انا عندي هذا الاوتبوت، في عندي 3 inputs A, B and C، وفي عندي 8 outputs again هو 3 to 8 decoder. إذا كما ذكرنا عندي 3 to 8 decoder المطلوب، وبدي أستخدم 2 to 4 decoders، 2 to 4 decoders طبعا with active high enable input. ممكن أقسم هذا التروث تيبل من المنتصف إلى جزئين. لاحظوا عندي هون أربع صفوف، وهون عندي أذر أربع صفوف. في إشي واضح بهاي القسمة إنها قيمة A بالأربع صفوف الأولى 0 وقيمة A بالأربع صفوف الثانية 1، وبالنسبة ل B و C قيمهم تشبه الفور كومبينيشنز الخاصة ب 2 to 4 decoder. لاحظوا 0001 1011. طب من هذا الأساس بستفيد إني بقدر أعتمد على B و C as inputs لل 2 to 4 decoder. أنا اختصرت شوي من التروث تيبل عشان أقدر أستخدم باقي الشاشة، لكن حطيت سهم هون للتذكير إنه أول combination اللي هي 000 المفروض تعطيني D نوت قيمتها 1 والباقي zeros، 001 مفروض تعطيني دي 1 قيمتها عفوا قيمتها 1 والباقي زيروز وهكذا. طب لو كان عندي 2 to 4 decoder، هذا هو 2 to 4 decoder، هو عباره عن 2 inputs A and B، عباره عن الانيبل انبوت وهو اكتيف هاي، لاحظوا ما في عندي بابل مع البلوك دايجرام، في عندي 4 outputs. طيب بدي كمان واحد مثل هذا الديكودر، لأنه أنا بحكي لي استخدم 2 decoders كل واحد فيهم 2 to 4 decoder. أخذنا كابي عنه. الآن كما ذكرنا قبل قليل إنه A في المجموعة الأولى 0 و A نفسها في المجموعة الثانية قيمها 1s، وفعليا B و C بالمجموعة الأولى بيمثلوا كل الحالات المتعلقة بأول ديكودر، وبرضه B و C طلعوا كبي في الجزء الثاني برضه 0001
1011. معناها بقدر استفيد من هاي التفاصيل وتساعدني كيف اوصل هاي الفاليوز على هاي التو ديكودرز. بي وسي لو اخذناهم as inputs على A و B for both decoders و A دخلناها على inverter اخذنا منها two lines دخلناها على inverter. طبعا بالمجموعة الأولى قيمة A كم؟ zero. بعد الانفيرتر بالمجموعة الأولى قيمة راح تكون one. معناته الانابل input جايها one وهو active high راح يكون هذا enable. Again هاي زيرو راح تنزل زيرو راح توصل زيرو هذا راح يكون ديسابل. معناها مع المجموعة الأولى راح يكون الديكودر الأول إنابل والثاني ديسابل. يعني هذول كلهم راح يعطوني على الأوتبوت زيروز لأنه ديسابل. بالمقابل حسب الكومبينيشن الموجودة عندي بالنسبة لبي وسي راح تعطيني الأوتبوت اللي بيقابلها هون على الأوتبوت. ولاحظوا الاوتبوت من الفيرست ديكودر سميتهم دي نود اب تو دي 3. بالمقابل بالسكند ديكودر كملت تسميه الثمانيه الموجودين عندي هون اللي هي باقي الاسماء عندي دي 4 اب تو دي 7. طيب نشوف مثالين للتوضيح. يعني لو كان عندي اول كيس إنه الانبوت عبارة عن 0 0 0 هذا معناه إنه A هاي طبعا أنا مستخدم الكلر كود A بالأحمر يعني 0 وبرضه B و C قيمهم 0. طب بما إنها A 0 يعني واصلة هون 0 يعني واصلة هون 1 وهون 0 وهون 0 وهون 0 وهذا ماله؟ لاحظوا إنه صار إيش باللون الأحمر. هذا الديكودر ديسابل باللون الأحمر يعني الاوتبوتس هذول خلص زيروز لانه هذا الديكودر مش شغال. بالمقابل الفيرست ديكودر انا ملونه بالاخضر يعني انيبل معناها ضل عندي بي وسي هم اللي بيتحكموا الان مين من هاي الاوتبوتس يكون 1 والباقي زيروز. بما انهم 0 0 اذا هذول بيمثلوا دي نود اللي هي ان تيرمز اوف اي وبي هون في الداخل اي برايم بي برايم او برا هي عباره عن بي برايم سي برايم اللي هي التو انبوتس الموجودين عندي. بالمقابل لو شفت another combination والافضل كان اني اشوف هذا المثال بحيث بي وسي يضلوا زي ما هم. بس في الحاله الاولى كان عندي بي وسي 0 0 بس A قيمتها 0 وهي كانت عامله انيبل للفيرست ديكودر طلع عندي دي نود قيمته 1 والباقي زيروز. بينما في الحاله الثانيه انا عندي A قيمتها 1 وبرضه بي وسي 0 0 بهي الحاله دي 4 اللي كان قيمتها 1 والباقي 0. لو دققنا النظر هون وجدنا A اخضر يعني 1 معناها هون عندي 0 هون عندي 1 واضح انه الفيرست ديكودر كان احمر يعني ديسابل والسكند 1 كان بالاخضر يعني انيبل وبناء على البي والسي كونهم زيروز دي نود هاي راح تكون 1 يعني راح تطلع لي على دي 4 1 والباقي زيروز. And that's it. نكتفي بهذا القدر لليوم ويعطيكم العافية جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.